المجتمع هي بديلة عن النائب الخدمي. فلذلك إذا ارتبط هذا النائب بما يقدم من خدمات فهذا أكيد راح يؤدي إلى تعطيل الحياة السياسية والتي نرغب فيها في مملكتنا الحبيبة. نحن بحاجة إلى النواب يحسنوا التشريع ويستطيعوا أن يخدموا المواطن بدون عنصرية وبدون مزاجية. فنتمنى من شعبنا أن يحسن الاختيار وأن نبعد عن المال الأسود والعنصرية. إحنا بنحب نختار النائب اللي يكون قدير على التشريع، نائب ينفع الوطن ويحافظ على الوطن، وبناشد الكل يروح وينتخب على الصناديق. أما قلت إنه أنا بدي أعتكف ما بدي أصوت، هذا خطأ. إحنا بهمنا الشعب كله يروح ويصوت ويطلع مجلس نواب محترم وقدير لهذا البلد. نريد نائبا المواطن، النواب القادمين أن يحملوا برنامجا وطنيا لا غير. أريد من النائب القادم أن ينقل هموم الوطن والمواطن إلى قبة البرلمان. نحمد الله إننا في الأردن لدينا ديمقراطية كثير من الدول تحسدنا عليها، ومع ذلك نرغب أن من النائب القادم أن ينقل همي وهم الوطن وأن يكون تشريعي وأن يقيم أداء الحكومة. نحن نريد من النائب أن يشارك في تشريع القوانين مع الحكومة ولا يطلبها. نحن نريد من النائب أن يسن قوانين من أجل البطالة، من أجل الشباب ومن أجل الوطن التي تخفف من البطالة الموجودة عندنا بالوطن. ويجب أن يكون النائب رقابياً وليس خدمياً، وأن يكون ذو كفاءة عالية ومتفاهم للواقع السياسي، وأن يؤدي دوراً رقابياً حسب الدستور والصلاحيات المخولة إليه بموجب هذا القانون. النائب الذي أريد فهو يجب أن يكون من ذوي العمل التطوعي، ويجب أن يكون من أبناء الخبرة الكافية بالعمل السياسي والتشريعي، وأود أن يكون من المشرعين الذين يفهمون ما يدور تحت